اهلا بكل بيشوفوني ويتابعوني، يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم دعاء في فيديو جديد من قناه ايزي كرافت. النهارده الفيديو فريد من نوعه، هشارككم النهارده روتيني في تزيين البيت في رمضان او في تعليق الزينه في رمضان. اول حاجه انا دلوقتي طلعت كل الزينه اللي انا شايلاها بتاعت رمضان وكده، وكمان الزينه اللي انا لسه عاملاها السنه دي. طبعا دول انا كنت عاملاهم معاكم السنه اللي فاتت زي ما انتم شايفين، هتلاقوا ده في فيديو ودول كمان في فيديو تاني لوحدهم، هتلاقوهم في سلسلة أفكار رمضان اللي موجودة على القناة عندي. هسيب لكم قائمة تشغيل تحت في أول تعليق مثبت، هتنزلوا التعليقات هتشوفوا أول تعليق مثبت بتاعي، هتشوفوا فيه كل الأفكار دي وأكتر. زي ما انتوا شايفين أهو، عملت كنت عاملة مثلثات بكلمة رمضان وكريم، رمضان كريم، وكمان كنت عاملة البوارق دي اللي هي دي زي ما انتوا شايفين كده. دول يعني تقريبا هعلقهم في الاوض، لان عايزه الصاله السنه دي اعملها بالخياميه، فدول هعلقهم في الاوض. ممكن لو عرفت اصور لكم هعلقهم ازاي هبقى اوريكم شكلهم النهائي. كمان التعليقه دي شايفينها حلوه ازاي، بجد جميله جدا اهو زي ما انتم شايفين. كنت عاملاها معاكم برضو السنه اللي فاتت ووريتكم طريقتها بالظبط. كمان لقيت ايه في الزينة بتاعت السنة اللي فاتت، لقيت بصوا الهلال ده، فاكرينه؟ ده كنت عاملاه معاكم من سنتين على فكرة، كل رمضان بعلقه يعني محتفظة بيه، جميل جدا بيعيش معايا يعني زي ما انتوا شايفين اهو. كمان البوارق دي كنت عاملاها، البوارق دي معمولة بقماش اسمه بطانة شنطة، على فكرة ممكن تعملوها بالجلاد بتاع الكراريس. طبعا كل الطلاب اللي هم في مصر يعني تقريبا خلصوا امتحانات او بيمتحنوا في رمضان، فاللي خلصوا ممكن ياخدوا الجلاد بتاع الكتب بتاعتهم ويعملوا بيه الزينة دي بشكل مثلثات كده اهو، ويبتدوا يعلقوها برضو، هتبقى شكلها حلو جدا في البلكونة في الشارع حتى في الطرقة بتاعة البيت دي. انا بعلقهم في الطرقة بتاعة البيت، يعني في عندي طرقة طويلة كده فبعلقهم فيها على شكل زجزاج كده، بيبقوا شكلهم حلو جدا. كمان لقيت ايه، لقيت اللي هي العياشة دي او اللي هي بتاعت العيش دي بتتحط على السفرة، كنت عاملاها معاكم برضو. طبعا انا يعني الزينة انا بحب اعملها بنفسي من زمان، ماما كانت معودانا ان احنا ساعات رمضان كده قبل رمضان بنبتدي نزين ونشاركها في الزينة وكده، وكانت هي حتى بتنمي عندنا الحتة دي ان احنا نزين لرمضان ونستقبل رمضان بالزينة وكده، فيعني انا تقريبا ورثة الحتة دي منها، فبحب دايما ان انا اعمل الزينة بنفسي. كمان لقيت المفرش الخيامية ده اللي هو كنت عاملاه السنة فاتت للسفرة، هعلقه برضو معاكم، فيلا بينا مش هطول عليكم ونشوف علقت الزينة ازاي، يلا بينا. اول حاجة هفرش المفرش الخيامية على السفرة. اهو بقى كده بالشكل ده. كمان هحط عليه العياشة، وممكن احط عليه فانوس مؤقتا كده. ده كان شكل الصالة بتاعتي بعد ما زينتها زي ما انتوا شايفين اهو كده. فرشت مفارش الخيامية اللي عملتها معاكم بالشكل ده، عملت زي مفرش كبير في النص واتنين صغيرين في الجنب. كمان حطيت اللي هي المخدات اللي عملتها معاكم برضو بالاشكال بتاعت الشخصيات رمضان. بجد شكلهم حلو جدا وادوا جو كده رمضاني جميل. ودي كمان اهي الكنبة الصغيرة عملتها برضو بنفس الطريقة. ودي السفرة اهي، حطيت فيها طبعا الفانوس اللي جابته لي اختي، الفانوس ده جابه لي اختي غادة بمناسبة رمضان، قناتها اسمها سيمبل جي اتش كرافتس، روحوا شوفوا قناتها اهي كده. ده شكل السفرة معايا. كمان منسيتش الترابيزة اهو، عملت لها المفرش بتاعها وعلبة المناديل اهي، مفرش اهو اصلا شكله لوحده جميل. عملته من هنا زي مثلثات كده اهو. وكمان علقت الزينة اللي هي عملتها معاكم برضو، الزينة بتاعت رمضان باشكال وشخصيات رمضان اللي هي بنفس القماش ده،
روحوا شوفوا طريقتها لو عايزين تشوفوها، بجد مديه منظر جميل جدا جدا، وعلقت عم فؤاد كده في النص عشان يمشوا مع المخدات ويدوني كده شكل حلو. نيجي بقى عند الركن بتاع الشغل بتاعي والكمبيوتر وكده، حطيت الفوانيس برضو اللي انا عملتها معاك اهو كده، وحطيت الهلال وعملت زي اضاءة كده اهو حواليها، اضاءة اللمبة اضاءة اهي، هحاول اضلم لكم النور عشان تشوفوها اهو، شايفين كده شكلها جميل جدا اهو زي ما انتوا شايفين اهو، عشان تفتح نفسي كده على الشغل والمونتاج وكده وانا بشتغل. وهنا على الباب علقت التعليقة اللي انا عملتها معاكوا برضو اللي مكتوب عليها رمضان اهو بالشكل ده. وهنا برضو نسيت اقول لكم ان حطيت العياشة هنا اهو، مديه منظر حلو جدا، طبعا هتنفعني في رمضان. وعلبة المناديل اهي، مش عارفة باينة من المفرش ولا لا، بس دي علبة المناديل اللي عملناها مع بعض. الفانوس لسه هجيب له لمبة ودويل وكده عشان انوره. ما تنسوش بقى تشوفوا كل الافكار اللي عملتها لكم رمضان، وكل سنة وانتم طيبين وبالف خير يا رب، وعقبال كل سنة كده لما نزين مع بعض ونتعلم حاجات حلوة. ربنا يا رب يعود علينا الايام بالخير كلنا جميعا وعلى امة المسلمين كلهم يا رب ان شاء الله. ما تنسوش برضو تشوفوا الفانوس اللي انا كنت عامله لكم ده، ويا رب الافكار كلها تعجبكم السنة دي، ونعمل افكار حلوة برضو السنة الجاية. وكل سنة وانتم طيبين وبالف خير، وربنا يتقبل صيامكم، واشوفكم في الفيديو الجاي، وسلام عليكم.